أسئلة مع أيمن معتو. 5 سنين تعديوا على حديثة اغتيال الشهيد محمد الزواري في صفاقس، 5 سنين وما زلنا نبحث عن الحقيقة، نبحث عن ملاحقة ومحاسبة ومساءلة كل من تورط في هذه الجريمة النكرة اللي كل المؤشرات والأدلة إلى حد الآن تفيد بأن الموساد الإسرائيلي هو اللي كان وراء اغتيال الشهيد محمد الزواري. يلتحق بنا الآن زميل أيمن معتوق. أيمن مرحبا. مرحبا محمد. تحقيق كالعادة من خلال بحثنا في أطوار هذه القضية وتفاصيل جديدة توصلنا لها. تفاصيل جديدة اليوم مش نحكي على قضية محمد الزواري، مهندس تونسي كان عضو في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، أشرف على مشروع تطوير صناعات الطائرات بدون طيار في وحدة التصنيع في كتائب القسام والتي أطلق عليها اسم أبابيل واحد. يتم اغتياله في صفاقس في 15 ديسمبر 2016 مع الساعتين غير ربع متاع القايلة، يعني في قلب النهار، يوم كان أليم على تونس الكل والعالم العربي. حادثة هزت الرأي العام، نسمع شهادة أرمى ماجدة صالح ثواني بعد عملية الاغتيال. نهار استشهاد محمد الله يرحمه 12:30 خلق طلع محمد من البيت الساعة 2 إلا ربع بالضبط، أنا في المطبخ نسمع لك صوت رصاص. أنا نعرف صوت رصاص، نعرفه من إحنا نعشت بسوريا بالحرب، أيام الحرب الأولى. طلعت لبرا فتحت الباب لقيت سيارة محمد جنب الجراج مضروبة، أنا فكرت كميوني اللي خبطها. فتحت الجراج لقيت محمد الله يرحمه مستشهد ورافع إيده لفا 18 كله على الباب، وفي 8 بجسمه، في رصاصة من هون وهون وبقلبه. أنا وقت عم نادي يا مراد أنا كنت أنا عمري ما قلت له محمد الله يرحمه، ناتي تزوجته من يوم ما تزوجت لحد الآن أنا بقول له مراد، أنا بقول له يا مراد. وقت حطيت إيدي هيك لقيت إصبعي، والله إصبعي دخل لجوا من هنا هيك كله نقبات من هون، وفي قلبه التليفون وقع بإيدي، عنده 2 تليفونات رصاصة داخلة بالتليفون الأول والثاني على قلبه. 5 سنين بالضبط على اغتيال محمد الزواري، شنو صار في القضية؟ وين وصلت الأبحاث؟ شكون هم الموقوفين؟ وهل تم جلب المتهمين الرئيسيين في العملية أم لا بعد ما تم التعرف عليهم؟ هذا اللي باش نحاولوا نعرفوه في التحقيق. احنا أمام قضية سيادة، قضية تمس بالأمن الوطني، من سلامة وسيادة الوطن. أما الغريب أنه 5 سنين والأبحاث ما زالت ما تختمتش فيها، ما زلنا لتو في مرحلة في أطوار التتبعات، ما فما حتى موقوف في القضية رغم إصدار بطاقات جلب في 2 منفذي العملية، إلا أنه لحد الآن ما تمش جلبهم. التوانس المتهمين في المشاركة في العملية عن قصد أو عن غير قصد هما 7 أشخاص مولات لاجونس دو فواياج، الزوز اللي كراو الكراهب والصحفية وغيرهم، تم إيقافهم لمدة معينة ومن بعد تم الإفراج عليهم، يعني ولا موقوف في القضية. نسمعوا المحامي حاتم زيوف. يعني في الخارج يعني فما 2 متهمين فيهم بطاقة جلب، وبالنسبة في الداخل يعني فما تقريبا 6 أو 7 متهمين يعني في تونس تم الإذن بصراحهم. نزلنا في أطوار التحقيق رغم مرور يعني 6 سنوات الآن على اغتيال 5 سنوات على اغتيال الشهيد يعني محمد الزويد، ونحن مازلنا في أطوار التتبعات حتى المحاكمة، معناها مازال بعيدة كل البعد، لأن يعني هناك كما قلت طور ثاني في سيادة الاتهام. هذا إلى حد الآن ما فماش إرادة حقيقية لإظهار الحقيقة لاستكمال الأبحاث لتحميل المسؤوليات بصفة واضحة، وفما أعمال بحث وتدقيق مش كان الحقيقة من حملوش مسؤولية، كان قضاء حتى للسلطة التنفيذية ويعني وزارة الداخلية اللي يلزمها تقوم بأعمال فنية وتستكمل الأبحاث اللازمة حتى تظهر الحقيقة كاملة. أرملة الشهيد ماجدة صالح تحكي على تهديدات قاعدة تجيها بالتليفون للتوى من نومر وما يظهرش على شاشة التليفون، ويطلبها بأنها تسكر الموضوع وما عادش تجبد سيرة محمد الزواري نهائيا ولا عاد تعقد حتى ندوة صحفية. نسمع وش قالت. كمان رايجيني تهديد من يوم استشهاد محمد والسنة اللي فاتت، يعني كل مناسبة للشهيد بيجيني تهديد أو شيء إن ملف القضية تسكر وما لازم أفتح من أول مرة تانية بالنسبة لمحمد، ما لازم تجيبي سيرته نهائي. كنا ماشيين على الندوة الصحفية بصفاقس، قبل بنهار جيني اتصال تهديد إلي بالنسبة للشهيد محمد الزواري انسي تماما، بس في تونس سكرنا واخر، وهذا اخر انذار اليك. يعني جاك تهديد مشكور؟ ما في اي رقم، وتكلمت ومشينا على كلمنا الاخوه من برا وهيك ما في اي رقم، مش موجود ولا رقم.
مجدة صالح كانت مستغربة يوم الحادث علاش الروضة اللي بجنبهم واللي كل يوم بابها محلول تسكر نهارتها بالزهر، وعلاش الحداد اللي بجنبهم اللي حل كل يوم زاده هو مسكر، وعلاش الشارع معناه مع ساعتين غير ربع فارغ على غير العادة، واللي خلاها تشك انه فما شكون كان يراقب فيها شهرين كاملين قبل اغتيال الشهيد محمد الزواري. ووصلت معناه وصلت صورة الشخص هذا بالتليفون، اما كي مشات تشكي به فسخولها التصويره من تليفونه وقال لها انه هذا شخص مهبول. الحارة في الزنقة ما في اي حد، فارغة تماما فارغة، في روضة مواجهنا بالضبط، تعرفوا انتم يعني شفتوا الوضع، مواجهنا في روضة. ليش نفس النهار؟ ليش ايش معنى الباب تسكرت؟ ليش ما في ناس؟ شو السبب؟ مواجهنا في حداد، مواجه الزنقة على الشهيد الله يرحمه، مو بعيد على الشارع كم متر بس، ليش ما في ناس؟ ومن قبل ما يستشهد محمد بشهرين في مراقبة على بيتنا، والشخص اللي عم يراقبني أنا شفته وقلبي ما ارتاح له، واثنين منقبات يجوا وقفوا مواجه الروضة كل يوم نشوفهم. أنا بلي ياخذوا أطفالهم، بس بعد ما عرفت أن هذول هن بعتينا الموساد بعتينهم، وحدا من هون من تونس. والشخص هذا اللي راقبني بعد استشهاد محمد بشهر ونص تقريبا رجع، شفته للزلمة اللي كان عم يراقب بيتنا، شفته وصورته بالتليفون، سبحان الله حاطط تليفوني ولقطت له صورة. وهذا الشخص عملوه مجنون، قال لك لا هذا مجنون ومريض، وهي سلفي وقتها صورته والتليفون، وقت اجى اخذ الضابة احد من الضباط عم يشوفه لحم حالي الصورة، مسح لي الصورة، والشخص ما عاد شفته ما عاد منه. بعد فترة صرت شوفه كما امشي يمشي وراي، قال لك لا معاق ذهنية. خو الشهيد محمد الزواري رضوان الزواري حكى معلومة نعتبرها خطيرة وخطيرة جدا، يقول انه زوز الاجانب اللي نفذوا العملية تم القبض عليهم في باخرة روسية، اما صارت تدخلات من مؤسسة الرئاسة باش يتم اطلاق سراح الباخرة وتخرج من تونس. هذوما اللي نفذوا العملية تشدوا وتسيبوا، يعني جات تعليمات كما قلت لك انا باش يتم اطلاق سراحهم. يعني هنا تخلطت السياسه مع الامن مع القضاء، جات جهه من مؤسسه الرئاسه باش يتم اطلاق سراح الزوجونات اللي جاوا على الباخره الروسيه اللي تعرفوا عليهم وتعرف عليهم نادل المقهى، لكن قاو مخرج كيف جابوا نادل الاخر وبدل الاقوال اللي تعرف على الزونات. منفذي عملية الاغتيال زوز يحملوا الجنسية البوسنية وواحد نمساوي، صدرت فيهم زوز بطاقات جلب دولية، واحد منهم تم إيقافه في البوسنة عامين التالي، وكنا نجم نجيبوه وقتها والدولة ما قامتش بالإجراءات المستعجلة لجلبه، يعني لجلبه ومحاكمته في تونس، يعني فلتنا على رواحنا فرصة للثأر للشهيد واسترجاع هيبة للدولة اللي تم انتهاكها. نسمعوا حاتم زيو شكول. هو تشك في سنة قبل الفاطة، يعني الحقيقة مش حتى سنة الفاطة، يعني تشك في البوسنة وما تمش يعني ترحيله للبلاد التونسية للأسف، لأنه لم تكن هناك إجراءات مستعجلة في هذا الجانب. تعرفوا بالنسبة للدول في العالم إذا كان ما تقومش بالإجراءات القانونية المستعجلة في البطاقات الدولية فإنه لا يتم يعني الإذن بالتسليم. بطاقات الجلب هذه مش كافية أنك تصدر بطاقة الجلب، لكن لابد من القيام بإجراءات قانونية وقضائية معينة بين الدول حتى يتم تسليم متهم مطلوب للتحقيق. طبعا يجيش البالكم محمد أنه منعنا من اغتيال ثاني بخلاف الشهيد الزواري. الصحفية مها بن حمودة اللي كلفوها مدبري العملية باش تكري لهم زوز كراهب وتخليهم في طريق منزل شاكر كيلومتر 4 وتحط لهم المفتاح فوق العجلة، بعد ما قامت بتنفيذ الطلب بتاعهم نهار 13 ديسمبر 2016، طلبوا منها تمشي لبودابست مغدوة، يعني نهار 14 ديسمبر يوم قبل عملية الاغتيال. صحيح مشات اخذت الطيارة وطلعت وحجزوا لها شامبر في النزل، وكانوا ناويين يغتلوها هي زادة عن طريق التسميم، كانوا حاطين كيك وجاتو مسمومين في الشامبر متاعها لولا اتصال الامن التونسي بها اللي طلبوا منها مغادرة بودابست والعودة فورا لتونس وتحاول انه ما تاكل حتى شيء تقدم لها، وهكاك تمكننا من تفادي اغتيال اخر كان ينجم يصير. البارح تعقدت ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع عن شهيد محمد الزواري عبد الرؤوف العيادي، اتهم القضاء والأمن بالتواطؤ في القضية، وقال إن الزواري كان مراقب من الأمن اللي يعتبروه متشدد ديني. القضاء الأداء خلينا نقول حتى ثم نوع من المشكلة التهاون، ولكن حتى التواطؤ حالما وقع اغتياله هرب الأمن ثم جاءت التعليمات بدفنه حالا، يعني دفن في يوم القيامة وكانوا يدوسون على الدم بتاعه بالجزم بتاعه هذوما الأمنيين، والأمنيين اللي هذوما كانوا في الحقيقة هما يتابعوا فيه يعني على مدى السنة في تحركاته، في معناه باعتباره إنسان متشدد
كما اعتبر أن الحكومة وقتها مخترقة، واتهم روني طرابلسي وزير السياحة بأنه عنده علاقة بالمرأة اللي أشرفت على عملية الاغتيال، وعرض حتى الصور هو وياه في الندوة الصحفية. نتفرجوا على الفيديو مع عبد الرؤوف العيتي. شكور قبل ارتكاب الاغتيال جاء كذلك فريق من الوزراء اللي جابوا من وراء البحار من هنا كربون. كربون عملت لقاء في النزل بين إما كوهين هذه اللي أشرفت على إدارة عملية الاغتيال ببادرة شكور من روني طرابلسي. هذه روني طرابلسي هذا عضو حكومة طبعا وزير عبد الرؤوف العايدي كان حكى زاد على الصحفي الإسرائيلي اللي دخل لتونس وعمل بث مباشر من قدام الداخلية من قدام دار الشهيد الزويري، وقال انه عنده الشبكة في تونس هي اللي سهلت له خدمته. يعني كيفاش صارت العملية؟ كراو له جولف دوم تاع مرأة من حمام لنف خاطر الكراه باللوكاسيون مش وقفهم برشا الحاكم، وحتى كي تم إيقاف الصحفي الإسرائيلي جات تعليمات إخلاء سبيله من قاعة العمليات من قصر قرطاج. 5 سنين والقضية ما زالت في أطوارها الأولى. قضية الاغتيالات بصراحة أصبحت تاخو زمن قضائي طويل برشا برشا، وعائلة الشهيد يأكدوا أن الجهات القضائية اليوم قاعدة تحاول إبعاد الشبهات عن الموساد والاكتفاء بتوجيه التهمة للأطراف الأجنبية المنفذة لعملية الاغتيال، وقاموا بتبرئة كل الموقوفين في القضية هذه. شكرا لك أيمن معتوق على هذا التحقيق. الحقيقة معطيات خطيرة وتفاصيل مفزعة إن دلت على شيء تدل على حجم الاختراقات اللي طالت بلادنا خاصة في العشرية الأخيرة. وأيضا بوانا ما نحبش التخوين أنا، لكن فعلا في مثل هكذا قضايا نكتشف أنه فما خونة يعيشوا بيناتنا للأسف. ولكن اللي يحير أكثر هو غياب الإرادة السياسية لفتح هذا الملف، لملاحقة الجنات، أيضا للرد بشكل قوي على كيان غاصب يعتبر أنه عنده اليد الطولة في كل مكان وأنه قادر على الضرب في أي دولة كانت بما في ذلك تونس. 5 سنين والملف يراوح مكانه، وكأنه هناك إرادة لطمس الحقيقة ودفن الملف. حسين عيتي، مش كأنه هناك إرادة لطمس الحقيقة ودفن الملف، إرادة جسدت من أول نهار. المقال وايمن في التحقيق ومشكور عليه هو كشف لهذه الإرادة لعملية التلاعب، بعيدا عن بعض المعطيات التي تم تقديمها من لجنة الدفاع وحتى من أخ وزوجة الشهيد. أنا نؤمن بالوقائع الفعلية، وطالما مازال ما حققناش وقائع نقرأ تمشي الدولة التونسية، حتى القضية مازالت في طور الأبحاث، حبش تطور. 5 سنين حسين، 5 سنين وبتناجم تقعد حتى زيد 50 عام. باش زيد 50 عام نفس وزري 50 عام، لأنه يعني لسبب بسيط. أنت بكش في دولة تحترم نفسها وتحترم مواطنيها. أنت في مزرعة، المزرعة فيها كل مرة جاية خمس يتعامل معاك بيبيعك ويشريك وانت تتفرج. اليوم باعتبار تونس بعد 25 موخير ونحن في فترة المجد والسعادة والزهاء واللي نحبوا عليه، يا أخي هاي قضايا تحرك، أدفع أضغط نحو مش على القضاء باش يسرع، اضغط على وزاره الداخليه بتاعك باش تسرع في ابحاثها، باش تصدر قراراتها، باش تصدر بطاقات الايداع، باش تطالب النيابه تعمل، وزاره العدل تحتك والداخليه تحتك تصرف. نحن في اطار الشعبويات وكل كلام البلا بلا بلا، نتركوا ديما حقوقنا تمشي. الاسرائيلي اللي دخل وانتهك حرمتنا وصور قدام وزاره الداخليه ما هو الا واحد من عشرات دخلوا وخرجوا. القاضيه الاغتيال واغتيال محمد الزوير اللي صارت وتخرج ما هي الا حادثه كشفت ان الموساد يرتع في البلاد. كل اجهزه المخابرات ترتع في بلادك، كل اجهزه المخابرات وكلها تحت عينيك ورقابتك. وين تصرفت معها؟ ما تصرفش معها لان ما تعملوش علينا عنا سياده. هذا المؤسف، انه عقلنا السياسي والتنفيذي هو عقل ساذج يتعمل على اساس مغنى اش نجيب وش منعطي. والحديث على تدخل قصر قرطاج، يتدخل هناك حسبة سياسية رديئة، ما نعملوش مشاكل مع الكيان الصهيوني مع إسرائيل باش نحافظ على علاقاتنا الدولية جيدة باش ندبروا الفلوس. هذا هو عقلنا. رو سرحان، أنا محمد نحب نمشي أبعد من هذا. أنا أخشى أن تونس تحولت إلى أرض للإغتيالات السياسية. فرحات حشد 52، أبو جهاد 88، محمد البراهمي شكري بالعيد 2013، محمد الزويري 2016، لطفي نقض لطفين. يعني تونس تحولت إلى أرض للإغتيالات السياسية، وهذا أساء بصورة كبيرة جدا للصورة العامة لتونس البر. شوف رجب الطيب أردوغان سنة 2017 وقت اللي جاء لتونس جات معاه فرقة أمنية لحمايته داخل الأراضي التونسية. ملك المغرب وقت اللي جاء لتونس سنة 2014 جات معاه فرقة أمنية مغربية لحمايته على التراب التونسي. وقت اللي صار استياء
من أنه هذه الفرقة الأمنية تقوم بحمايته وتم الاستثمار في هذا، كسر كل هذا الخط وهبط لشارع حبيب بورقيبة وتجول دون حماية وعمل معناها ميساج كبير للسياحة التونسية والأراضي التونسية أنها أراضي آمنة وسليمة من الاغتيالات. لكن هذا لا ينفي أن تونس راهي ولات صورتها مهتزة بشكل كبير جدا في السياق هذا. الناس الكل تولي لجي تونس ولات مع حراسة أمنية كبيرة برشا، ولات تخشى على أنفسها أنه يتم اغتيالها داخل الأراضي التونسية. كل هذا الملف للمراجعة من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية. راهي تونس صورتها اهتزت بشكل كبير جدا. محمد أيمن معتوك. لا رسالة وجهتها أرملة الشهيد محمد الزويري عن طريق ديوان فهم قتلي أمانة توصلها. اليوم هي مهددة بالترحيل، الإقامة بتاعها ما عندهاش، قاعدة تجري تو عندها سنين وسنين على الإقامة ومهددة بالترحيل. وقالت بلي وصلوا لي الرسالة هذه، معنى رسالة إلى السلطات المعنية أنهم يركحوا لها أوراق على الأقل على خاطر الشهيد على الأقل. تعرف أيمن ذكرتني في قصة في علاقة بالموضوع هذا. نذكر الندوة الصحفية اللي عملتها وزارة الداخلية، ذولي حاضر معنا نهارتها حسين، كنت طرحت السؤال هذايا على وزير الداخلية أنا ذاك سليم. ووعد بأنه الأمور ستحل وشوفوا قديش مع الدولة هذه ما عندهاش كلمة، الدولة هذه دولة بلا بلا سفير. أخلاق سفير. بلا التزامات بلا تعهدات. للأسف يعني اليوم بعد 5 سنين، والله أنت توفيقت أكثر من 5 سنين، من اللي عرست، من اللي جات لتونس، من اللي معنا هذا سنوات سنوات سنوات. حاضر، هو باش تفهم الإرادة السياسية هذا معطى يعبرك عن الإرادة السياسية. لو أن عندك إرادة سياسية تحل ملف فإنك تثمن وتقيم تبجل أبناء وزوج الشهيد، أنك تعطيهم إقامتهم وتسوي لهم وضعيتهم باش تبين حسن نيتك في إدارة. أما 5 سنوات وأنت بطاقة إقامة ما عطيتهاش باش تحب تقنعني ولا تخرج لي كونك بحثت عن الكشف الحقيقة، نتوقف عن استهبال. لا هو مما لا شك فيه في هذه القضية، هناك من هم من داخل أجهزة الدولة متورطين، ومن هم ممن يعيشون معنا على نفس المجال الترابي كانوا متواطئين في هذه القضية. ربي يرحم الشهيد. شكرا لك أيمن معتوق. الموعد يجدد معك كل يوم خميس في فقرة أفير نون كلاسيك. أفير نون كلاسيك مع أيمن معتوق.